السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. في هذه الحلقة سنتكلم عن طريقة عمل تجميل للوجه عن طريق برنامج سنابسي. إذا تابع الفيديو حتى الأخير لتستفيد. إذا نبدأ الشرح، ندخل إلى تطبيق سناب سيد، نختار الصورة، إذا بعد قص الصورة نضغط على هذا المثلث، نحاول ما أمكن زيادة التباين، نضغط على هذه العلامة، بعدها نضغط على هايلينج مسح أو إزالة الحروف. كما تلاحظ القبض تمنى قبل بعد، إذا نضغط على علامة صح نختار بورتري. إذا بعد اختيار البورتري يمكن تغيير السكين للصورة ألوان الوجه، نحاول ما أمكن الحفاظ على الصورة، نضغط على فاس يعني تبييض الوجه، نحاول ما أمكن زيادة في السكين ساتين، إذا كما تلاحظون قبل بعد قبل بعد، إذا نضغط على علامة صح نختار المثلث نقلل، بعدها زيادة في الشومبرين، نضغط على علامة صح كما تلاحظون قبل بعد، إذا نقوم بتحميل الصورة. أتمنى أن الفيديو قد نال إعجابكم، لا تنسوا تقديم رأيكم حول هذه الطريقة. إذا لا تنسوش الاشتراك في القناة، إذا كنت عندك أي مشكلة أو استفسار راسلني عبر هذا الحساب. تحياتي لكم محمد بوعلم.